السلام عليكم ورحمة الله. طلبة أولى ثانوي، أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا المرة اللي فاتت شرحنا الصفات المرتبطة بالجنس، واتفقنا إن دي بتكون صفات جسدية لكن بتقع على الكروموسومات الجنسية. والأمثلة اللي أخدناها بنقول فيها إن الجينات بتكون محمولة على الكروموسوم الجنسي X، لكن Y ما بيكونش شايل أي جينات. النهاردة هنكمل بقية الصفات المتعلقة بالجنس. هناخد النهاردة الصفات المتأثرة بالجنس. والصفات المتأثرة بالجنس من اسمها كده، دي صفات بتتأثر بهرمونات جنسية. طب الصفات دي بتكون صفات ايه؟ الصفات دي بتكون صفات جسدية وبتكون محمولة على الكروموسومات الجسدية مش الجنسية. يبقى هنا المرة دي الصفات بيتحكم فيها جينات محمولة على الصبغيات الجسدية. امال ايه علاقتها بالكروموسومات الجنسيه؟ علاقتها انها بتتاثر في عملها بالهرمونات الجنسيه اللي بتفرزها المناسل، سواء المناسل المذكره او المناسل المؤنثه في الافراد البالغين. تاني، يبقى الصفات المتاثره بالجنس دي صفات بيتحكم فيها جينات بتكون على كروموسومات ايه؟ كروموسومات جسديه، الكروموسومات الجسديه العاديه اللي هي 23 زوج، لكن بتتأثر الجينات دي في عملها بالهرمونات الجنسية اللي بتفرز من المناسل المذكرة أو المؤنثة. يبقى الفرق ما بين الصفات المرتبطة والصفات المتأثرة، الصفات المرتبطة قلنا الصفات المرتبطة بالجنس دي بتكون الجينات محمولة على الصبغ الجنسي X. طب الصفات المتأثرة محمولة على الصبغيات الجسدية لكن بتتأثر بالهرمونات الجنسية. الأمثلة اللي هناخدها الصلع المبكر في الذكر وما يقابله بسقوط شعر الرأس في الأنثى. تاني مثال عندنا كسر إصبع السبابة في الإنسان، وهناخد صفة القرون في الماشية. نشوف مع بعض أول مثال وهو الصلع المبكر في الذكور. طيب الصلع المبكر في الذكور وقلنا وما يقابله من تساقط الشعر الكثيف في الأنثى، يعني ممكن بحط لكم الصور للاتنين، مش تساقط الشعر العادي اللي احنا شعرنا بيقع، لا ده بيكون تساقط كثيف جدا للشعر يقابل الصلع المبكر للذكر. طيب في الذكر الجين بيبقى اسمه بي موجب، البي موجب ده بيتأثر بهرمونات الذكورة اللي هي التستوستيرون. يعني لو ذكر أول ما بيظهر جين واحد بس من جين الصلع المبكر ده، خلاص يبقى الذكر ده سيصاب بالصلع. محتاج جين واحد بس عشان يظهر فيه الـ الصفة دي اللي هي الصلع المبكر، لكن في الأنثى لازم يكون اتنين جين، بي موجب بي موجب، عشان يظهر فيها جين تساقط الشعر. يبقى نفهم من كده ايه؟ نفهم ان في الذكر عشان فيه هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون، فاول ما بيظهر الجين اللي هو البي موجب حتى لو واحد بس، يبقى كده صفة الصلع هتجيله. تمام؟ يبقى جين الصلع هنا ايه؟ جين الصلع هنا في الراجل بيكون سائد. طب في الانثى؟ في الأنثى هنا بيكون متنحي، لأن احنا قلنا لازم يكون فيه اتنين جين، بي موجب بي موجب، فلازم الأنثى تكون حاملة لبي موجب بي موجب عشان يظهر فيها صفة تساقط الشعر. لو بي موجب واحدة لا مش هيظهر في الأنثى. طيب الذكر لو بي موجب بي موجب أصلع، لو بي موجب بي يبقى أصلع برضو. يبقى معلومة مهمة نعرفها إن في الذكر بيتأثر بهرمون الذكورة التستوستيرون، فالجين الصلع بيكون في الذكر سائد، جين واحد بس اللي هو المي موجب البي موجب ده يخلي صفة الصلع تيجي. طب في الأنثى جين تساقط الشعر متنحي، يبقى لابد من وجود اتنين جين بي موجب بي موجب حتى يحدث لها تساقط في شعر الرأس وتظهر عليها صفة تساقط الكثيف لشعر الرأس. يبقى الجين هنا سائد والجين هنا متنحي.
طب تعالوا نقارن ما بين ذكر أصلع وأنثى عندها تساقط كثيف للشعر. الذكر الأصلع قلنا هو محتاج جين واحد بس علشان تبان فيه الصفة، لأن الجين هنا سائد، فقد يكون سائد هجين أو سائد نقي، يعني بي موجب بي أو بي موجب بي موجب، يبقى كده أصلع. طيب في الأنثى لا، لازم يجتمع الجينين، لأن الجين هنا بيكون متنحي، فلازم يجتمع الجينين بي موجب بي موجب، ساعتها نقول إن الأنثى دي عندها صفة تساقط الشعر. طيب نقول كمان إن صفة الصلع في الذكر بجين واحد فقط، لأن الجين هنا سائد، بتيجي في مقال كتير. طب هنا بتظهر صفة تساقط الشعر في الأنثى باتنين جين، ليه؟ لأن الجين متنحي في الأنثى، لازم يكون بي موجب بي موجب. طيب تعالوا نشوف الرموز أو الطرز الجينية اللي عندنا. في الذكر لو بي بي يبقى ده شعره عادي. طيب لو بي موجب بي أو بي موجب بي موجب يبقى أصلع، عنده صفة متأثرة بالجنس، يعني صفة ظهرت ليه؟ لأنها اتأثرت بالهرمونات الذكرية اللي هي التستوستيرون، فوجود جين واحد أدى لظهور الصفة، لأن الجين هنا بيكون سائد، يا إما سائد نقي يا إما سائد هجين، يبقى بي موجب بي أو بي موجب بي موجب، يبقى ده كده أصلع. طيب الطرز الجينية في الأنثى، لو بي بي يبقى كده دي شعرها عادي. طب لو بي موجب بي، لا برضو شعرها عادي. ليه؟ لأن عشان تبقى عندها تساقط شعر لازم يكون اتنين جين، بي موجب بي موجب، ساعتها نقول عندها تساقط شعر كثيف أو حاملة للمرض، الصفة المتأثرة بالجنس. طيب نفهم من كده ايه؟ تعالوا نبص كده، ان احنا هنا عندنا البي موجب بي موجودة في الذكر والبي موجب بي موجودة في الأنثى، يعني الاتنين الذكر والأنثى متشابهين في الطرز الجيني بي موجب بي، صح؟ لكن مختلفين في الطرز المظهري. سؤال مقال جميل، ليه الذكر والأنثى متشابهين في الطرز الجيني ولكن مختلفين في الطرز المظهري؟ أو إيه هي الحالة الوراثية اللي بيكون فيها الذكر والأنثى متشابهين في الطرز الجيني ومختلفين في الطرز المظهري؟ هتقولي هو ده ينفع؟ أقول لك آه، صفة متأثرة بالجنس، حالة الصلع المبكر. في الذكر البي موجب بي ده أصلع، لأن جين واحد بس يؤدي لظهور الصفة اللي هي الصلع، لأن الجين في الذكر جين الصلع هنا سائد، يبقى الطرز المظهري بي موجب بي في الذكر بيكون ايه؟ أصلع. بينما في الأنثى البي موجب بي، الأنثى هنا طبيعية ذات شعر عادي، لأن يلزم ظهور الصفة اللي هي تساقط الشعر ووجود الجينين معا بي موجب بي موجب. إذا البي موجب بي في الذكر والأنثى طرز جيني واحد، لكن طرزهم المظهري مختلف، الذكر أصلع الأنثى شعر عادي. ناخد مسألة سريعة، وضح ناتج تزاوج ذكر أصلع. قلنا دايما لما بتيجي لنا مسألة نحط خط تحت المعطيات عشان ما نتوهش. ذكر أصلع، كان والده ذو شعر عادي، شعره كان إيه؟ أبوه كان شعره عادي، يبقى تعالوا نمشي الحتة دي، والده كان شعره عادي، رمز إيه الشعر العادي؟ بي بي، يبقى الابن هيكون ايه؟ بيقولك الابن هنا اصلع، يبقى الابن هيكون بي موجب بي. طب هتقولي طب ليه ما يكونش بي موجب بي موجب؟ هقولك بي موجب بي موجب ازاي اذا كان ابوه عادي، يعني هو واخد الجين العادي من ابوه اهو، يبقى هيبقى رمزه ايه؟ بي موجب بي اصلع. نكمل المسألة، تزوج من مين بقى؟ من امرأة ذات شعر عادي طبيعية، كانت أمها تعاني من تساقط غزير للشعر، أمها اللي مريضة. تعالوا نشوف الحتة دي، أمها مريضة يبقى رمزها إيه؟ بي موجب بي موجب، يبقى البنت بيقول شعرها عادي، يبقى البنت هتكون بس حاملة للجين بي موجب، أخدت واحد من عند الأم، يبقى البنت هيكون رمزها إيه؟ بي موجب بي شعر عادي. إذن الحالة الوراثية دي إيه؟ دي وراثة صفة متأثرة بالجنس، صفة الصلع المبكر. تعالوا نكتب المسألة بقى. طيب
ممكن حد يجي يقول لي هو احنا ليه هنا ما كتبناهمش على الاكس اكس وما كتبناهمش على الاكس واي زي المرتبطة بالجنس؟ هقول لك ايه، المرتبطة بالجنس قلنا كانت الجينات محمولة على الكروموسومات الجنسية، لكن الصفات المتأثرة بالجنس دي محمولة على الكروموسومات الجسدية مش الجنسية. فلما تيجي تكتبها هتكتبها في المسائل العادية بتاعتنا خالص من غير اكس اكس ولا اكس واي. البيرنت هنقول بقى الذكر قلنا خلاص ان هو بي موجب بي، الانثى هتكون حامله للجين يبقى بي موجب بي، طلع الجاميتس بتاعتك يبقى بي موجب بي وبي موجب بي. هنشوف الافراد الجيل الاول هتطلع ايه، بي موجب بي موجب بي موجب بي بي موجب بي بي بي. طيب بي موجب بي موجب ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى رجل اصلع او امرأة تعاني من تساقط الشعر. احنا قلنا الرجل الاصلع ادي جين اهو سائد نقل، والمرأة اللي بتعاني من تساقط الشعر لازم وجود جينين معا اهي، يبقى يا اما رجل اصلع يا اما امرأة تعاني من تساقط شعر. طب بي موجب بي اللي لسه قايلين مختلفين في الطرز المظهري، هيبقى رجل اصلع او امرأة ذات شعر عادي، امرأة طبيعية. طب بي 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 ده رجل وامرأة عاديين ذو شعر عادي، المرأة عادية والرجل عادي. ندخل على رقم 3، الصفات المحددة بالجنس. يعني ايه؟ يعني صفات لو جت في الراجل ما تجيش في الأنثى، لو جت في الأنثى ما تجيش في الذكر، موجودة في أحد الجنسين دون الآخر. ليه؟ نتيجة لاختلاف في الهرمونات الجنسية عند كل جنس، الهرمونات دي بتأثر على الجينات المسؤولة عن ظهور الصفة دي. تاني يعني لو جيت قلتها لك المثال هتفهم على طول، الأنثى مش الأنثى عندها إنتاج الحليب؟ اه. هتقولي ليه؟ عشان عندها هرمونات أنثوية هي اللي بتساعد الجين بتاع إنتاج الحليب ده إنه يعبر عن نفسه، يبقى معنى كده إن الإناث فقط هما اللي بينتجوا الحليب، صح؟ صح. طب إناث الطيور مش هما اللي مش بيضعوا البيض؟ اه. طيب أهو أنت كده فهمت إن الإناث ليها صفات والذكور ليها صفات، أهي الصفات دي اسمها محددة بالجنس، يعني الصفات دي بيقتصر ظهورها على أحد الجنسين دون الآخر. ليه؟ أو فسر، نتيجة لاختلاف في الهرمونات الجنسية عند كل جنس، الهرمونات دي بتأثر على الجينات المسؤولة عن ظهور الصفة المعينة دي. قلنا مثال إنتاج الحليب بيكون قاصر على الإناث فقط، إنتاج الحليب للستات فقط. ليه؟ عشان السيدات أو الإناث عندهم هرمونات أنثوية بتساعد الجين بتاع إنتاج اللبن على التعبير عن نفسه، إن هو يظهر الصفة دي. طب تاني حاجة، الصفات الجنسية الثانوية زي إيه؟ زي اللحية عند الرجال. تالت حاجة، قدرة إناث الطيور على وضع البيض، يبقى دي اسمها صفات محددة بالجنس. هندخل على الجزء الأخير وده بيكون جزء نظري حفظ، إيه أهمية الفحص الطبي قبل الزواج؟ طيب إحنا من شوية كنا عمالين نقول الشذوذ في الكروموسومات، الأمراض الوراثية، الحاجات دي كلها علشان نتجنب الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية والحاجات دي، بنعمل حاجة بسيطة قبل الزواج اسمها الفحص الطبي. الفحص الطبي دي سلسلة من الفحوصات بيقوم بيها اللي هيتجوزوا الذكر والأنثى. الهدف منها ايه؟ اول حاجة انهم يتأكدوا ان هم ما عندهمش امراض معدية زي التهاب الكبد الوبائي والايدز، ما عندهمش امراض وراثية زي انيميا البحر المتوسط، وتاني حاجة اعطاء المشورة الطبية ليهم حول احتمال انتقال هذه الامراض. فانت الهدف من الفحص انك تتأكد ان هم ما عندهمش الامراض دي، او انك تديهم مشورة طبية حول ان كيفية او احتمال انتقال هذه الامراض، وانك تديهم حلول او بدائل تساعدهم في بناء اسرة سليمة صحية. طيب العوامل اللي بتساعد على انتشار الامراض الوراثية دي ايه؟ زواج الاقارب ده بيجيب امراض وراثية، او ان هما ما يعملوش الفحوصات قبل الزواج. اهمية الفحوصات دي ايه؟ إنجاب أطفال أصحاء، إنهم يجيبوا ولاد صحتهم كويسة، وإنهم الحد من انتشار الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية والتأخر العقلي والحاجات دي، وكمان
لو لا قدر الله ان هم يعني خلفوا اولاد عندهم تشوهات خلقيه او امراض وراثيه عشان هم ما عملوش الفحوصات الطبيه قبل الجواز، ده بيكلفهم، بيكون عبء مادي وعبء نفسي يعني عشان يرعوا الاولاد التعبانين دول. فانت لازم ان انت تعمل الفحص الطبي ده قبل الزواج عشان تتجنب المشاكل دي كلها، تتجنب الاعباء الماليه والنفسيه والاجتماعيه عند رعايه الابناء المصابين بامراض وراثيه. ده جزء نظري كده. بعد كده عندنا تعريف مهم اسمه البصمة الوراثية أو الطبعة الوراثية. دي وسيلة التعرف على الشخص من خلال مقارنة مقاطع الـ DNA. فاكرين لما كنا قايلين في فصائل الدم إنها بتساعد في نفي الأبوة وليس إثباتها، وساعتها قلت لكم إثبات النسب ده بيجي من خلال حاجة يعني فحص اسمه التحليل الـ DNA. هو ده. يبقى البصمة الوراثية دي وسيلة التعرف على الشخص من خلال مقاطع الـ DNA. مين اللي اكتشفها؟ إليك جيفرس. ده أوضح إن المادة الوراثية بتتكرر عدة مرات، اللي هي التتابعات يعني. التتابع ده بيميز كل فرد عن التاني، استحالة تلاقيه متشابه بين فرد وفرد إلا في حالة التوأم المتماثل. طيب أهميته إيه؟ فحص الدي ان ايه او البصمه الوراثيه ده اهميته ايه؟ ليه ثلاث اهميات مهمين جدا. اول حاجه في مجال الطب عشان يدرس الامراض الجينيه وعمليات زرع الانسجه، فلازم يشوفوا هل في عمليات زرع الانسجه هل متطابقه مع بعض ولا لا، فلازم بيفحصوا او بيعملوا البصمه الوراثيه. تاني حاجة في الطب الشرعي للحالات اللي هي الجثث المشوهة والأطفال المفقودين بيعملوا لهم برضو تحليل الـ DNA عشان يقدروا يتعرفوا على الأشخاص. وتالت حاجة زي ما قلت لكم في قضايا النسب لتحديد نسب الأطفال والفصل في هذه القضايا. يبقى دي التلات أهميات للبصمة الوراثية أو اختبار الـ DNA في الطب وفي الطب الشرعي في قضية الأنساب. تعريف أخير عندنا وحاجة اسمها الجينوم البشري. الجينوم البشري جاية طبعا من اسم الجين، لكن هي بقى المجموعة الكاملة للجينات الموجودة في الإنسان. يبقى كل الجينات اللي موجودة في الإنسان اسمها الجينوم البشري. عددهم كام الجينات؟ اكتشفوا إن عددها من 60 لـ 80 ألف جين موجودين على 23 زوج من الكروموسومات اللي عندنا. طيب دراسة الجينوم بدأت سنة 1953 لما واتسون وكريك أثبتوا إن الجينات بتحمل على اللولب المزدوج الـ DNA. أهمية الجينوم إيه؟ أو ما أهمية إنك تعرف الجينوم دي إيه؟ إنك بترسم خريطة للتعرف على مواقع الجينات على الكروموسومات دي، هي ده اللي بيعملك خريطة وراثية. طيب لما تعرف الخريطة الوراثية اللي أنت رسمتها دي أو خريطة الجينات دي هتستفاد من ايه بقى؟ هتستفاد في ايه؟ اول حاجة انك هتعرف الجينات المسببة للأمراض الوراثية، هتعرف الجينات المسببة لعجز الأعضاء عن أداء الوظائف الحيوية، هتستفيد منها في مجال العقاقير، انك هتقدر تعمل عقاقير ما يكونش ليها آثار جانبية. كمان هتدرس تطور الكائنات، ازاي ان انا اقدر اقارن ما بين الجينوم البشري ده والجينات اللي موجودة في الكائنات التانية. وكمان بتستخدم في تحسين النسل، ازاي تحسين النسل؟ ان لو لا قدر الله في جينات مرضية في الجنين نقدر ان احنا نحسن الجينات دي قبل الولادة. فدي وظيفة الجينوم البشري، او ان انت تعرف ايه هو الجينوم البشري. احنا كده خلصنا الدرس الاخير والباب التالت كله على خير. أتمنى يا رب تكونوا استفدتم. إن شاء الله أشوفكم من الحلقات اللي جاية، هنبتدي نحل مع بعض أسئلة، وكمان هنبتدي إن شاء الله إن احنا نراجع. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.